ناس كتير علقت على الفيديو ده بالسلب وفي اللي اتهمني بالكذب، فانا حبيت اعرفكم حقيقة الفيديو ده. لو عاوز تعرف تابع الفيديو. الفيديو قصته باختصار ان واحدة مسيحية راحت للمقابر ومعاها البغبغاء، فلقت ان تصرفاته غريبة فحكت لابنها اللي حصل. ابنها ده مسلم وعنده قناة على اليوتيوب، فحب يكتشف بنفسه ايه اللي حصل، فراح مع امه ومعهم البغبغاء ومعاه كاميرا التصوير زي الفلوجات كده، فقرر يصور كل اللي بيعمله البغبغاء. في الاول البغبغان كانت تصرفاته طبيعية وبيلعب ومفيش مشكلة، بس لما دخل المقابر بدأت تصرفاته تبقى غريبة ومش منطقية. بدأ يحس بالخوف ويرمي ودنه عند القبور ويبص عليها، وبدأت حالته المزاجية تتغير 180 درجة، وبدأ يصرخ كأنه سمع حاجة مش طبيعية. وزي ما معروف ان البغبغان بيقلد الأصوات، بدأ يقلد الأصوات اللي بيسمعها من القبور. ركز، من القبور، لأنه بيوجه ودنه عند القبور، وبدأ يقلد أصوات شبه صريخ النساء وبنبرات مختلفة، يعني مرة صوت رفيع مرة صوت تخين شوية كده يعني. والفيديو الأساسي في الوصف من قناتي. طب دلوقتي هل الكلام ده حقيقي ولا كذب؟ وده هدف الفيديو بتاع النهاردة. التفسير حاجبه لكم من السنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم. يروى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة في بستان وكان يركب مع بغلة له، وكان معه بعض الصحابة رضي الله عنهم، فمالت البغلة ونفرت به فكادت أن تلقيه صلى الله عليه وسلم عن ظهرها من شدة نفورها من شيء خافت منه ولم يعرفوه. فبينما هم على تلك الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهرت لهم قبور معدودة، إما أربعة أو خمسة أو ستة، فسأل صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبور، فأجاب رجل أنا أعرفهم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم متى مات هؤلاء، أي أفي الجاهلية أو بعدها، وهل ماتوا مشركين أو مؤمنين؟ فأجاب الرجل بأنهم ماتوا على الإشراك وفي الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى، أي تمتحن وتختبر في القبر ثم تنعم أو تعذب، فلولا أنه أخشى ألا تدفنوا موتاكم لدعوت الله أن يجعل في أذنكم القدرة على سماع أصوات المعذبين في القبر الذي أسمعه من القبر الآن. طبعا عشان تفهم معنى الحديث اتمنى ترجع للفيديو التاني اللي هسيبه لك في الوصف. بس انا حبيت اقول لكم يا جماعه ان لولا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واللي انا قلتها دلوقتي واللي انا قلتها في الفيديو التاني، ما كنتش اصلا نشرت الفيديو وكنت شكيت في مصدره. ولكن الاحاديث النبويه بتبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسمع اصوات القبور واكدها، واكد ان كل حاجة بتسمع عذاب القبر ما عدا الثقلين اللي هم الانس والجن. اما نقطة ان انا بتاجر بدين الله، الكلام ده ما ينفعش يتقال. انا لو بدور على المشاهدات والمشتركين ما كنتش عملت المحتوى ده اصلا. في اساليب كتيرة ممكن اجيب بها مشاهدات عالية، لكن انا براعي ربنا سبحانه وتعالى وبراعي ضميري في اللي انا بقدمه. هدفي الاساسي ان انا افيدك وافيد الناس كلها، ده الهدف الاساسي من القناة، وإلا ما كنتش طلعت على اليوتيوب أصلا. لو ما كنتش شفت الفيديو التاني هسيبه لك في آخر الفيديو أو في الوصف أو في تعليق مثبت، أتمنى تروح تشوفه. لو أول مرة تزور القناة أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.